في ليلة صحيت من النوم بدور على جدتي، لقيتها مش جنبي على السرير. رحت ادور عليها لقيتها في الصالون قاعدة لوحدها، مستحمية ونظيفة، ريحتها جميلة وحلوة، وعاملة لنفسها كوباية صغنونة ينسون، وجايبة مصحفها وسبحتها وقاعدة. ايه ديت اللي مسهرك كده؟ قالت لي لا انا نمت وصحيت. قلت طب صاحية بدري كده ليه؟ فراحت قالت لي اصل ده وقت خلوتي. جدتي كانت عادة كل ليلة قبل الفجر بشوية تصحى وتقعد لوحدها. مرة تانية لقيتها بدل كوباية اليانسون عاملة كوباية لبن دافي وحط له سكر وحط فيه بقسماط. المرتين دول اللي شفت فيهم جدتي بتغتنم وقت كده لنفسها، قاعدة لوحدها خالص، بتسبح، بتقرأ قرآن، حتى سكتة. يعني أنا لما دخلت عليها ساعة كوباية اليانسون كانت سكتة، كانت قاعدة كده في هدوء وسكينة. لما كنت بحاول أفكر في إيه اللي اتعلمته من جدتي وافتكرت الموقف ده، افتكرت كتاب قريته من سنين كتيرة قوي لكاتب انجليزي، كان بيتكلم على الديبريفيشن في حياتنا، عن الحرمان في حياتنا، واتكلم على الحرمان من النوم، الحرمان من الهدوء او الصمت السايلنس، والحرمان من الفيزيكال سبيس اللي هو المساحة اللي حوالينا، وازاي ان احنا زاد قوي قوي التوتر في حياتنا والارهاق العصبي عشان حرماننا من الحاجات دي. وكمان يعني ده يتماشى مع مبدأ المي تايم او الوقت بتاعي، وقتي، ان كل واحد لازم يخصص لنفسه يعني وقت صغير، مش لازم كتير قوي، نص ساعة، ربع ساعة، ان شاء الله حتى 10 دقايق يختلي بيهم فيهم بنفسه، بدون سوشيال ميديا، بدون واتساب، بدون فيسبوك، بدون برامج حوارية، بدون أي حاجة. احنا أحيانا كتير نبقى قاعدين لوحدنا، وأنا بشوف نفسي كده، أبقى مثلا قاعدة لوحدي في البيت، جوزي مش موجود، ولادي مش موجودين، وألاقيني فتحة حاجة جنبي بتوش. ليه؟ عشان الواحد ما بيبقاش عنده القدرة أو الشجاعة إنه يستمع لصوت أفكاره اللي بنخاف أحيانا من صوت الأفكار دي. أنا بكلمش على الهلاوس، دي حاجة تانية، لكن كل واحد فينا بيبقى فيه صوت داخلي جواه، بنخاف من الصمت. حتى لما 2 بيتكلموا مع بعض وفجأة كده الوقت يسكت وكل واحد فيهم ما يبقاش عنده حاجة يقولها، ايه ده، نتخض ونبقى بنقول اي حاجة عشان نملى الفراغ ده. احنا محتاجين الفراغ ده، محتاجين الهدوء ده. اعتقد ان الوقت اللي كانت بتقضيه جدتي لوحدها قبل بقى ما الناس كلها اللي في البيت يصحوا من النوم، وده يطلب وده يعمل، وتفكر بقى في الاكل والشرب والولاد والعيال والبنات والولاد الهيصة دي كلها، اعتقد ان الوقت الصغير اللي كانت بتغتنمه لنفسها وتقعد كده في هدوء وسكينة، حتى لما بتختار حاجة تعملها بتختار حاجة برضو تديها هدوء وسكينة، اعتقد ان ده شيء مهم جدا جدا، وشيء يا اما ما تعلمناهوش يا اما مفتقدينه في حياتنا. ما تخافوش من الصمت، ما تخافوش من الهدوء، بالعكس ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، عشان يعني عشان نطلع الضغط شوية، نرليس الضغط اللي بيحصل لنا في اليوم والزحمة والمرور والمواصلات والشراء والشغل والولاد والدوشة والتنطيط. تعملوا ايه في الوقت ده؟
ما تعملوش حاجة. مش لازم في الوقت ده نعمل حاجة، مش مطالبين ان احنا نعمل حاجة، بالعكس نقعد كده في هدوء. لما كنت بتكلم مع صديقة من الصديقات عن الفكرة دي وفكرة ان الواحد لازم يغتنم بعض الوقت ويبقى فيه هدوء تام وسكينة وصمت، فقلت لها جربي جربي كده تقعدي لوحدك بعيد عن السيلفون، ما تفتحيش اي حاجة، ما تفتحيش اي صوت، اقعدي كده في هدوء. الاسبوع اللي فات قابلتها وقالت لي حنان انتي من ساعة ما قلتي لي على الموضوع ده وانا ابتديت اعمله شوية شوية، وابتديت يعني لما ابقى لوحدي مش اول حاجة اجري عليها ان انا اجيب السيلفون بتاعي واشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا، يعني وابطأ وتيرة الحياة، ان هي تبطأ وتيرة الحياة بتاعتها. قلت لها وبعدين؟ قالت لي بصراحة حاسة ان انا ما عدتش بتعصب زي الاول. في الاول لما كان جوزي نتكلم في اي حاجة كنا نتعصب على بعض، لا دلوقتي انا بقالي الاسبوع ده وحاسة باحساس تاني، هو ده احساس السكينة اللي نفسي كلنا نشعر بيه ونحسه. علمتني جدتي من غير ما تقول لي حاجة، مجرد ان انا اشوفها وهي بتغتنم الوقت الصغير ده، ما كانش وقت كتير، ايه نص ساعة بالكتير، لنفسها لوحدها في صمت في هدوء بدون يعني ما يبقى فيه حاجة من صخب الحياة، علمتني ان ده مهم جدا جدا للهدوء والراحة النفسية والسكينة. الواحد يحس من جواه كده ان هو grounded. جربوها، انا شخصيا بجربها وحسيت بالفايدة بتاعتها قوي. علمتني جدتي اني اغتنم وقت الخلوه